إذا أولا هكذا. اثنين، نحن بحلسة قلنا ما هي؟ هي المكان الدائرة الأولى قصر الأنوار، فهمنا منها عدة قضايا. أولا الروح لم تقلب إلى حور. اثنين، الأنوار التي تصدر عن الأقمار، عن القمر ومطالع القمر. ثلاثة، يعني فرقنا بين الضوء والنور. ثلاثة، القصر أسلوب بلاغي يحدد وظيفة الله عبر أنبيائه وصالحيه في كل العصور التي كانت والتي تجي. الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بعد ما نفهم هيك، وبعد ما ضوينا كل الأنوار، يا دكتور علي حسون، يا أهل حلستان، رح يبقى قدامي غامض في القرآن الكريم أو قدامكم، قدامي الآن أنا أتكلم باسمكم، أكيد 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 على ما أرى لن يبقى غموض. أسفر الصبح جصاء. في فن ولا ما في فن بالقرآن؟ إن ليس القرآن شيئا إلا الفن، إنه الفن. لماذا؟ لأن الحياة تتجدد بالموت، تتجدد بالخريف، تقوم بالربيع. أما الفن سر بلى لي الآن. وأهلا وسهلا ومرحبا. بس يكون عندي كان أطفال مفروض يشرفونا، اللي هم من محمد باقر المنصوري، ختم القرآن الكريم بخمس سنوات، كان عمره 5 سنين. رقم واحد مكتوب عليه هذا محمد باقر المنصوري، ختم القرآن في 5 من العمر، ويحاضر، كان معي في جامعة دمشق أحيانا وفي مكتبة الأسد، وأمس كان على المنار وأخذوا معه وأعطوا، جابوا لي فيلم منه، ما بعرف كأنه صاهر عنده شيء، هو وأخوه محمد منتظر منصوري الذي حفظ القرآن بالسابعة وهو مجود عظيم. الأطفال الآخرون، أحمد فخرائي حفظ القرآن كذلك قبل العاشرة، وعلي رضا زاد كمان، هذا المكبرين انه علي رضا زاد طفل اخر حفظ القران ونهج البلاغه وخطبه الزهراء قبل العاشره. هلا بتقولوا لي شو رايح مع الاطفال والشيوخ وينهم؟ كمان الشيوخ ان شاء الله بيشرفنا. ايه الله الاضحي له 53 كتاب، احد كتبه طبع 100 طبعه. لما بيقعد بيحكي بيسمعوا له على التليفون في ايران، على ما فهم قرابة 1 مليون بشري حاطين سماعات ويصلون اليه ان شاء الله. ها، جاء الاطفال وجاء الشيوخ وانا اغتابهم، غفر الله لي ولهم ولكم. شرفوا يا اساتذه، تفضل. جد؟ جد ولا عم تمزحوا؟ شرفوا بابا. أقول سيأتي حديث الشيوخ وحديث الرجال هؤلاء الذين حفظوا القرآن. أقول الآن وين الفن بالقرآن؟ لازم افرشوا للقرآن أمامكم واستنهض تحلل لأرواح الروح، لازم تنفتح وتصير الحور عم تتغني وعم تشعشع بالأنوار حتى نشوف وين. أوه كمان جيبوا نحطهم عندي. حرستا مكرمة، إكرام حرستا ليس له حدود وتستحق فعلا. أهلا وسهلا، هذا محمد باقر المنصوري، أصغر دكتور على فترة الكرة. هذا محمد منتظر المجوه العظيم، وهذه نور الهدى. كمان نور الهدى أيضا حافظة وتأخذ وتعطي معكم بالآيات والأشعار.
هذه تحيات وهدايا من أجل كرماء حرستا وكلماتها. يا أحمد شيل ورد هيك شوي. ورد شوي. ايه اجي لهون شوي. يلا على النية. سمعت اليوم بالراديو انه انا من حرستا، فمخاتير حرستا يلا يطلعوا لي هوية، مو بس مختار كيكية بيطلع لي هوية كمان. أقول نحن في حرستا من قديم، نعم مش بس جوبا، في قصيدة أظن بدهم يعطوكم إياها اليوم بتبدأ أحب أبي في شيء إذا حب واحد أبوه. طيب وإذا كان أبوه آدم مش لازم يحب كل أبناء آدم؟ أحب أبي وقد سمى الجميع، لذلك لا أرى إلا الربيع. أحب أبي وقد سمى الجميع، لذلك لا أرى إلا الربيع بجوبر. حدا بيحتاج شيء؟ شو نحن بجوبر ولا بحرستا؟ هيدا اللعب بالأعصاب شوية مشان تطلع على كلمة الفن. بجوبر أو حرستا نبر حب، بجوبر أو حرستا لحن حب، لذلك من بيكمل بجوبر أو حرستا لحن حب بخاطر آدم يرضي البديعة. ألا تحيتكم الأولى، وأعود إلى السؤال لأنه من صميم القضية. قضية إما أننا نؤمن فتزال العقبات كلها، وإما أننا نتعثر بالشكوك والظنون وكل يأخذ على قدر نيته. أنا من جهتي ومن جهة الدكتور علي حسون ورفاقه وأهل حرستا وحتى أهل جوبر وأهل دمشق، لأنه بدمشق كمان شيء بيغنوا بيقولوا دمشق عاصمة للقلب مذ خفق فيها الأذان يزيل الهم والقلق. عندما تكون المآذن في حال أحوالها عند الصباح تتحول دمشق إلى بحيرة موسيقى كما أراها كما أعيشها. إذن القرآن لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، وإذن أكيد 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 لو كان المعجم القرآني معجم الألفاظ لم يجد كلمة فن. ما في كلمة فن بالقرآن، هيك يعني الكلمة بحرفيتها. لكن من قال إن هذا القرآن الذي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بآية من مثله، من قال إنه يسلك سبل التعبير التي ألفها الناس ويعرفها الجميع، شعراء أو غير شعراء؟ أكيد القرآن له وجه